أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام
والله عليم بما وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا اتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمري بسم الله أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر صبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
يصفون وجاء أمرا فصبر جميل والله المستعان. والله المستعان. والله المستعان على ما تصفون. فصدر جميل فصدر جميل فصبر الجميل والله المستعان على ما تصفون. وجيء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة. وأسروا بضاعي وأسروا بضاعي والله عليم بما يعملون. وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأذلى دلوه قال يا بشرى يا هذا يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. سيارة فأرسلوا
صدق الله العظيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى ذروه فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاجدين. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. الله غالب على أمره. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه تأويل الأحاديث والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما
وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده سيدي
لا يفلح الظالمون. ولما بلغ أشده كذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وغلقت الأبواب وقالت ائت لك وقالت ائت لك قال معاذ أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها عن وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. وراء والتي هو في
لك ولا معاذ الله. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قال لي أراد
شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وهو من الصادقين فلما رأى قميصه كن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين يوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبي واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين يوسف أعرض عن هذا
فاغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة للمدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله قلنا حاش لله ما هذا بشرا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما رأينه أكبرنا وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا فيه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم
ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. صدق الله العظيم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. صدقت يا سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم خاشعين منصتين للتلاوة، قد تلاها على مسامي حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجا، مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف، والحاصل على أول جمهورية في لصنف القراءات وعلوم القرآن، والمقيم بمركز ومدينة الدرنجان محافظة البحيرة. أما بذلك عن أحدث مكبرات الصوت العالمية والإنارة الكهربائية والمعرض الفني، ركبت وجهزت تحت إدارة وإشراف الحاج عابد عثمان المقيم بهذه البلدة العامرة. حضرات السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده،